كذلك قد يقع ذلك بين الموظفين أو بين الموظف والمدير أو بين الموظف والمسؤول، فالمسؤول عندما يجد نفسه متورطا وقد يلزم بالحق يحاول أن يتملص وأن يرميها إلى غيره، فيقول في الحقيقة الخطأ مني وإنما فلان وهو كذا، وهو لا يعرف أنه ليس الحقيقة ذلك، لأن همه أن ينتصر، أن لا يؤثر ذلك على مكانته أو على راتبه، فيقع في الفجور. وأحيانا قد يقع الفجور من الموظف بأن يعني يشهد للمدير على حساب بقية الموظفين، أو أن يشهد للمدير بغية نيل الحظوة منه، أو يشهد عليه لوجود عداوات، أحيانا يكون في خلافات وعدامات وهو يبغض هذا المدير بغضا شديدا، ويتحين الفرصة للإيقاع به، فلما يجد الفرصة يتجاوز حدود الجائز ويبالغ في تصوير الأمر أو يدعي ما ليس له أو ينكر ما عليه، وهذه كلها مظاهر من الفجور في الخصومة.